قسنطينة من أقدم الحضائر الموجودة على مستوى العالمي، تاريخها يعود لأكثر من 2500 سنة، لأنها شهدت العديد من الحضارات، منها الفينيقية، النوميدية، قسنطينة ماسينيسا بطبيعة الحال، الحضارة الرومانية من خلال كذلك مدينة تيديس المعروفة، والتي هي لا تبعد كثيرا عن مدينة قسنطينة، والتي تزخر بتاريخ كبير يشهد على التواجد الحضاري الكبير في هذه المنطقة. أول اسم كانت قد اتخذته هي قرطة، ثم سرطة، ثم تيدار رأس الداري، عش النسري، ثم قسنطينة بهذا المعنى الذي تحمله الآن بكل موروثاتها الثقافية ومخزونها التراثي. كانت عاصمة منها باسم قرطة، عاصمة النوميديا، يعني تقريبا جزء كبير من شمال إفريقيا. وفيما بعد في عهد العثمان كانت عاصمة البيلك، بيلك الشرق الجزائري. وفيما بعد في عهد الاستعمار كانت منها عاصمة من الولاية الثالثة بالتقسيم الإداري الفرنساوي، وكانت هي الإقليم متاع ولاية قسنطينة أكثر إقليم في التقسيم الإداري الفرنساوي. لما نتكلم عن قسنطينة نتكلم عن تيديس. تيديس هذه المدينة الأثرية القديمة التي يعود تاريخها إلى العصر الروماني، مدينة لها من التاريخ ما يجعلها قبلة لكل الباحثين في مجال علم الآثار مثلا، لها من التاريخ الثقافي كذلك لعصور نوميديا. لما نتكلم على ضريح ماسينيسا الذي هو الملك النوميدي الذي حكم قسنطينة والذي طور هذه المنطقة حتى أصبحت عاصمة لنوميديا ومنها عاصمة للجزائر، دون أن ننسى قصر أحمد باي وهو معلم وأصبح متحفا وطنيا للفنون والثقافة التقليدية. هذا القصر الذي بناه المقاوم الكبير أحمد باي، والذي عاصر الأمير عبد القادر بغرب الجزائر بمعسكر بالذات. كنت مانا تنزل للمدينة وتتجول في المدينة، عندك فلا ربما باختصار شديد ربع مدن قسنطينة. قسنطينة الهوية الأصلية، مانا النوايا نتاع الهوية هي المدينة العريقة، كما يقولوا درك المدينة القديمة، ولا كانوا يسميوها في وقت في أحد الاستعمار المدينة العربية في الأغابة. هذه مانها تكلمتك على الهيكل نتاعها، كنت نزل قسنطينة بنعطوه صورة بسيطة تنزل وشو وسط المدينة. كاين وسط المدينة نتاعنا احنا نتاع جدودنا، وكاين وسط المدينة نتاع عهد الاستعمار، وننجم نقارن ما بين هذا معنا وسط نتاع المدينة. احنا وسط المدينة نتاعنا وين هي؟ شفت قصر البي، هو مركز السلطة وراء قصر البي. عندك احنا نسميه القصبة، القصبة هي مؤسسة عسكرية، كان معناها معناكم الفضاء المخصص للدفاع، وراء تحت معناها مباشره عندنا قصر احمد باي، عندنا معناها المسجد اللي تابع للقصر اللي عيطوا له مسجد صالح باي. ايضا حينما نتحدث عن قسنطينة ينبغي ان نستعيد
الجسور السبعة، وقد أضافت لها الدولة الجزائرية الجسر العملاق والذي قد يكون اسمه بحوله تعالى جسر الاستقلال. ضروري لسكان قسنطينة أن الانتقال من جهة إلى جهة أخرى أن يبنوا جسورا على ضفاف على هذا الواد حتى يتمكنوا من العبور من جهة إلى أخرى، وبالتالي بدأ بناء الجسور من العصور القديمة والتي تواكبت البناءات من حقبة إلى أخرى. هناك جسور بنيت في العهد الروماني، جسور بنيت في العهد النوميدي، جسور بنيت في العهد العثماني، وجسور أخرى بنيت في العهد الفرنسي، في عهد الاستعمار الفرنسي. قسنطينة الآن تحتوي على 8 جسور بالإضافة إلى الجسر الاستقلال الذي هو في طور الإنجاز. هناك 7 أبواب لمدينة قسنطينة، صحيح أنه لم يبقى منها إلا واحد على ما أعرف، ولكن تذكرنا بما كان يفعله أجدادنا الأولون حينما يريدون أن يجعلوا المدينة محروسة، وهي محروسة بدماء كل الذين ثاروا ضد الاستيطانات المتعددة وآخرها الاستيطان الفرنسي. أشهد أن لا إله إلا الله. مسجد الأمير عبد القادر تحفة معمارية أتقن البناؤون وبني على تقوى من الله إن شاء الله. هذه العمارة المادية تواكبها عمارة معنوية إيمانية روحية تعليمية، تتمثل هذه العمارة في الدروس اليومية الأسبوعية بالإضافة إلى حرق العلم، تعقد دورات علمية متخصصة في مختلف العلوم الإسلامية، يعني كدورة الحديث النبوي الشريف، وأيضا دورة في الرسم القرآني يرتاده الكثير من الأئمة ومن المواطنين من قسنطينة ومن خارج قسنطينة. المدرسة القرآنية التي حدثتك عنها ينتسب إليها أزيد من 2800 طالب من مختلف محافظات أو ولايات الجزائر، القطر الجزائري. أيضا نأمل إن شاء الله في القريب العاجل أن يعزز مسجد الأمير عبد القادر بمرفق هام، وهو مدرسة قرآنية داخلية، حتى نضمن للمقبلين على هذه المدارس القرآنية الإقامة بهذا المسجد العامر إن شاء الله. لما نتكلم عن قسنطينة نتكلم عن عبد الحميد بن باديس. شعب الجزائر مسلم وإلى العروبة ينتسب، من قال حاد عن أصله أو قال مات فقد كذب. قسنطينة هي عبد الحميد بن باديس. على أثار عبد الحميد بن باديس يمكن نتكلم على الكثير من المساجد التي تزخر بها هذه المنطقة من خلق مسار للسياحة الدينية بهذه المنطقة، ومن خلاله التعريف بكل هذا الفكر الديني والفقهي الذي
امتازت به هذه المنطقة من خلال علمائها على غرار عبد الحميد مديس والبشير الإبراهيمي والعربي التبسي إلى غير ذلك من العلماء الذين مروا بهذه المنطقة. الشيخ عبد الحميد عنده بطبيعة الحال المكانة نتاعو في تاريخ الجزائر، راجل منا متواضع، حنا القدم اللي شافوه اللي عاشروه اللي شافينا ليه كيتكمنوا حنا صغار، يقول لك كانت ممكن انت تمشي منا تجول في المدينة وتتلاقى الشيخ عبد الحميد وتحبسوا تسألوا يوقف معك يرد عليك، يعني ما كان في متناول منهق الجزائريين والمسلمين بقسنطينة. ما هذا هو كان معناها أعتقد مناضل النهضة بكل الأبعاد الحضارية انتها، معناها مناضل النهضة في المجال الاجتهاد، والكلمة القوية اللي تخص شخص الشيخ عبد الحميد هو الاجتهاد، هو معناها إمام مسلم يجتهد ويجتهد بقدرة معناها الانفتاح نتاعو على كل ما جاء داخل المجتمع الجزائري وخارج المجتمع الجزائري. كما نعرف وكان معناها محتك بكل رواد النهضة الإسلامية، يعني بالشيخ جمال الدين الأفغاني، محمد عبده، ومعناها كل ما جاء بالأخص في المشرق العربي الإسلامي. جمعية العلماء المسلمين العلامة عبد الحميد بن باديس، هنا مسقط رأسه، هنا ممشاه، وهنا موته، ولكنه ظل حيا يرزق من خلال أعماله الدينية وشروحه المتتالية للقرآن الكريم، بالإضافة لكثير من علماء الموسيقى، وعلى رأس هؤلاء جميعا سنجد الفنان محمد طاهر فرقاني، سنجد قدور درسوني، سنجد بن طوبال، سنجد الأجيال الجديدة التي ما تزال تصر على أن تقول هذه الذاكرة الموسيقية ألا وهو المألوف الذي هو جزء لا يتجزأ من الموسيقى الأندلسية. النشاط الثقافي و بدقه من قضيه من الممارسات الموسيقيه، ما نجمش نعزل هذه الظواهر على السياق العام اللي كانت تعيشه الجزائر وكانت تعيشه بالاخص قسنطينه والمجتمع القسنطيني. باختصار يعني قسنطينه عندها ورث موسيقي قوي و متنوع. كي ننظر الى التراث معناها اللي يتهيكل حول المالوف كمرجع موسيقي، ونقارن بالاشياء اللي موجوده مثلا في الجزائر مع تلمسان، الجزائر العاصمه، البليده، بجايه، مستغان، يعني المدن العريقه الجزائريه، او نقارن كذلك مع مراكز الإشعاع للموسيقى بالمغرب، يعني بتونس بالمغرب، نشوفوا بلي قسنطينة تنفرد بمعنى العدد نتاع أشكال الأداء الموسيقي.
في المجال السياسي كانت قسنطينة من أنا مرجع للحركة الوطنية الجزائرية، حيث كان منها تنشط في قسنطينة تقريب كل الحساسيات اللي كانت تكون الحركة الحركة الوطنية بما فيها حركة معناها كمك الوطنيين اللي كانوا يطالبوا بالاستقلال، حركة معناها الإصلاحيين اللي كانوا يطالبوا بالاندماج، حركة الإصلاح والنهضوية نتاع الشيخ عبد الحميد وجمعية العلماء، الحزب الشيوعي كان موجود كذلك بمدينة قسنطينة، الهيكل نتاعو يعني كانت حيوية قوية. لذا كان نتكلم على جانب من هذا الحياة من هذا التاريخ نتاع المعاصر لمدينة قسنطينة. هناك أمور كثيرة تزخر بها مدينة قسنطينة، دون أن ننسى أن مدينة قسنطينة تزخر أيضا بحرفيين وحرفيات في النقش على الحجر وفي النقش على الخشب وأيضا في النحاس. مدينة قسنطينة معروفة بالنحاس، وقد وجد الباحثون والأثريون كثير من هذه البقايا في تيديس حينما كانت، وهو أثر وهو معلم أثري مصنف في قسنطينة. نحن امام تحديات بكل تناقضات نتاعو، بكل الطموح نتاعو، بكل الالم نتاعو، و هو مجتمع ما انا اعتقد متفتح غاير على الهويه نتاعو، ما انا عنده امكانات فلا ربما خرج على العاده. حنا كان بنا المجتمعات يقربوا لينا ويختلفوا عنا، مثلا ما منجمش نقول مثلا بلي تونس الشقيقة عندها نفس الامكانيات معناها الاقتصادية كما الجزائر ابدا، او المغرب الشقيق ما عندناش. حنا في مرحلة تكوين بناء مجتمع، بناء دولة وطنية، بناء شرعيات معناها في المجال السياسي، في المجال معناها الثقافي. حنا في معناها مرحلة معناها تحديات.